بسم الله. لو انا رحت الاستير وقلت له انا عايز ارسم باي كومبوننت، فبتبدا ترسم باسلوب سهل جدا اهو. تمام. طيب اقدر بعد ما انا رسمت السلم بتاعي احتجت ان انا اعدل فيه كاسكتش، يعني دلوقتي ده مثلا مش هو ده المناسب ليا. تمام. بكل بساطه تيجي في اي وقت عايز تعدل فيه تختار السلم وتقول له ايديت، وبعد كده تقول له انا عايز مثلا الجزء ده احوله مثلا ليه سكتش. تمام. بعد كده هقول له ايه سكتش، وابدا من باوندري اقول له مثلا عايز ارسم قوس بدل الخط المستقيم من هنا مثلا، وابدا انزل اهو ده القوس بتاعي. تمام. طيب هلغي بقى الخط دوت لان مش هينفع الاتنين يبقوا مع بعض، وابدا اقول له وصل لي الخطوط ديت بدي. بقول له موافق، هو هيبدأ يعدل لي الشغل كله، وعدل لي الريلينج اللي موجود وكل حاجة. نفس الفكرة برضو الجزء دوت ممكن تعمل سيلكت وتقول له كونفيرت، وتبدأ تعدل فيه السكتش. هو هيحول لك السكتش، فتقدر تعدل أي جزء أنت عايزه. إديت سكتش مثلا الجزء ده أو الجزء دوت، عايز تخليه أي حاجة من الحاجات، تكبر فيه، تعدل فيه، تضيق، تصغر زي ما أنت عايز. تمام. يعني خلينا مثلا نقول له بص من هنا لهنا اهو. هيبدأ بقى يعدل لك السلم واللاندنج والريل وكل حاجة.